مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الممثلة الصاعدة إيناس عبدلي ولأول مرة تشارك متابعيها تجربة تحضير وصفة الكيك. كوكو، alors اليوم ديسيديت باش ندير ان كيك ونعطيكم لا غوسيت. alors dans un saladier نخلط زوج بيضات، نزيد لهم 100 غرام تاع سكر اي دو لا فاني. avec le batteur électrique نخلط مليح حتى تجيني شغل اون موس. ensuite ندي 200 غرام تاع لا فارين ونزيد لهم 1 دمي باكيت تاع لا لوفور كيميك. نخلط مع لا بريباراسيون ديالي، نزيد 5 سنتيلتر تاع زيت اي aussi 15 سنتيلتر تاع الحليب que j'ajoute petit à petit. donc شويه بشويه ندي لو ميري وندير شويه زبده لداخل. دونك تقدروا ديروا لا فارين الزيت سي كوم فولي كيما تحبوا. اي جو فيرس لا بات اي انفان ديرو في الفور بوندون اون دمي اور مده نص ساعه 180 دغري. ايناس، وبعد كل هذه التحليلات النتيجه كانت كالتالي. بونس كو يا ميو كوم غاتو. اه سي با غراف، هي با مال والله صافا. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.